هذا المشهد أصبح معتاداً أمام مستشفيات قطاع غزة منذ بدء الحرب قبل 46 يوماً. هنا نحو 60 جثماناً تم وضعهم خارج مستشفى ناصر في خان يونس لتشييعهم سوياً، بينهم أطفال ونساء قتلوا بقصف إسرائيلي استهدف أماكن سكنهم ونزوحهم جنوب غزة. بطلع فيهم ايش بطلع مين؟ عمين عتحزن على مين ولا بطلع؟ مش قادرين نحزن، والله الواحد بعيط بالآفي حتى الدمعة تنزل، مش قادرين. الأعداد المهولة للضحايا التي يخلفها القصف يوميا دفعت الغزيين لتشييع ودفن العشرات بالوقت نفسه لفسح مجال للمشارح لاستقبال المزيد من الضحايا، ما يجبر العائلات على توديع ذويهم على عجل ويحرمهم من لحظاتهم الأخيرة معهم كما يتمنون، فيما اضطر سكان القطاع لحفر عدة مقابر جماعية للدفن بعد أن فاقمت الأعداد القدرة الاستيعابية للمدافن.